إخواني وإخواتي المتعلمين، عزيزاتي وعزيزاتي الآباء والأمهات، أحييكم بتحية التحية الإسلام الخليل، تحية أهل الجنة يلقون سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أيها المشاهدين الكرام، راجين من الله العلي القدير أن تجدوا في طيات فقرتنا المتعب والفريدة، وخير كل بداية آيات عطرة من الذكر الحكيم تتلوها على ما سمعكم المتعلمة تسنيم شعوج من المستوى الأولى الثانوي الإعدادي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان عن الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم. فهو لقاءنا يسد معكم في موضوع جديد، وحديثنا اليوم بإذن الله يخص موضوع حقوق الإنسان، حيث وردت نصوص قرآنية وأحاديث نبوية تأمر بذلك وترغب فيه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سل لله علما نافعا وتعوذ بالله علما لا ينفع. نسألك يا ربنا أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما. وكما تعرفون نحن الآن في فصل الصيف، ومع ارتفاع درجة الحرارة هناك أشخاص كثيرون يقضون لياليهم بدون مأوى على أرصفة أو بزاوية أزقة جراء مشاكل اجتماعية أو الضغط العائلي أو الفقر أسباب كثيرة، ومن بينهم الأطفال. وفي هذا الفصل سنتطرق الآن لموضوع التشرد من خلال مشاهدة ترفيهية مصورة من تشخيص تعليمية ثانية إعدادي. Thank you.
فيزاح الغبار عن بعد الغمام وينشر الوئام والسلام. فما حق غيري وما حقي؟ كلنا خلقنا متساوين وبكل حقوقنا متماثلين، وفي السادسة من نوفمبر محتفلين. فما حق غيري وما حقي؟ أذنب شعب هذا أم مولات أطفال شبان أو فتاة مكافحين لسيرورة الحياة؟ فما حق غيري وما حقي؟ هلك الفقير من كثرة الضرائب وفي عنقه بيت وألف واجب، غير أن الظالم يستولي على المناصب. فما حق غيري وما حقي؟ يا سارقي الأموال بلا جهود، ويا متسلطين على النقود، ويا جنات الحقد والجحود، فما حق غيري وما حقي؟ لا فرق بين أبناء السيد والعاملين، لحقنا في السكن والصحة والتعليم محققين. فإن كنا بالغد دائما متفائلين فطوبى لحق غيري وحتى حقي. تسعى شعوب العالم لتحقيق حقوق الإنسان لأنها مبدأ إنساني، ولترسيخ هذه الثقافة في نفوس أطفالكم نترككم مع هذه الرسومات الفنية المعبرة من إعداد السلك الإعدادي والتقديم لكل من متعلمي آيس باز وطه السلاس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كانت حقوق الإنسان ولا زالت معضلة أعلقت جميع الدول، حيث أن كل حكومة تسعى لتوفير هذه الحقوق لأكبر عدد ممكن من مواطنيها. وكما نرى فالصورة عبارة عن شجرة أوراقها تتضمن بعض حقوق الإنسان مثل التعبير عن الرأي، التعليم، اللعب، العلاج، الغذاء،
فحقوق الإنسان هي حقوق متمتع بها جميعنا متأصلة في جميع البشر مهما كانت جنسيتهم أو لونهم أو أصلهم العرقي والوطني أو أي وضع آخر، وهي التي تجعل الحياة جديرة بأن تعاش. ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 أول وثيقة قانونية تحدد الحقوق الأساسية التي يجب حمايتها. وفي الدستور المغربي هناك العديد من الفصول التي تحدد الحقوق الأساسية التي يجب حمايتها، مثل الفصل السادس، 21، 35. يظهر لنا في الصورة عبدا مقيدا ينظر إلى حمامة حرة في السماء، مما يعني الحق في الحرية. والحرية هي إحساس طبيعي للإنسان ضده الاستعباد والقمع، وهي أيضا القدرة على الفعل والتفكير، مصداقا لقوله تعالى في سورة الكهف الآية 29: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صدق الله العظيم. كما شجع الدستور المغربي في العديد من الفصول على الحرية، مثل الفصل الثاني، 24، 25، 29، كما هو الحال مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث ذكر في العديد من المواد مثل المادة الأولى، الثالثة، 13، 19، 20. نرى في الصورة يد تحمل ميزانا مما يدل على العدل، والعدل هو أحد مبادئ حقوق الإنسان وأحد أهم أركان القضاء، وهو الإنصاف في حماية الحقوق والمعاقبة على الأخطاء، كما يمكن تعريفه بأنه نظام قانوني يحصل به الشخص على حقوقه ومستحقاته، مصداقا لقوله تعالى في سورة المائدة الآية 9: ولا يجزمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وفي الفصل الثاني والثالث والعشرون هناك تأكيد على أن الحق في المحاكمة العادلة ضروري، كما أن الفصل الثالث والعشرين من الدستور المغربي يضمن الحق في المحاكمة العادلة. تبين لنا الصورة ثلاثة أطفال، اثنان منهم مختلف اللون والجنس، في طريقهم إلى المدرسة، بينما الطفل الثالث وقاف قدمين ومزق الثياب يسعى وراء رزقه، مع أن المدرسة حق من حقوق الطفل سواء كان فقيرا أو غنيا، مصداقا لقوله تعالى في سورة طه الآية 111: وقل رب زدني علما. وقرأ أيضا عز وجل في سورة الزمر الآية 10: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نرى في الصورة طفلا فلسطينيا يطالب بحقوقه المنتهكة، مثل الدراسة، التطبيب، المأوى، الأمن واللعب، مصداقا لقوله تعالى في سورة الكهف الآية 16: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كما أن اتفاقية حقوق الطفل تكفل جميع الأطفال حقوقهم بغض النظر عن أي اعتبارات مثل الجنس أو اللغة أو الهوية، كما أن الدستور المغربي يضمن للطفل العديد من الحقوق في العديد من الفصول مثل الفصلين 31 و32 وبعض الحقوق مثل الصحة والتعليم. من خلال هذه الصورة نرى أنها تبين لنا حقوق المرأة، فمن حق المرأة الحق في العمل سواء في البرلمان أو الأشغال السياسية الأخرى، وأيضا الحق في الحرية، فمن حقها الخروج من البيت ولا تبقى محبوسة داخله، وأخيرا المساواة بينها وبين الرجل، فمن حقها القيام بعدة أشغال يقوم بها الرجل، مصداقا لقوله تعالى في سورة النساء الآية 19: وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال أيضا في سورة الطلاق الآية 6: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم. أظهر في الصورة رجل يصرخ على امرأة، مما يدل على العنف ضد المرأة، والعنف ضد المرأة لا يتمثل فقط بالعنف الجسدي عليها، بل هو أيضا في الصراخ عليها والتمييز بينها وبين الرجل، فذلك يمس بكرامتها وبالتالي بإنسانيتها، ذاق لقوله تعالى في سورة النحل الآية 97: من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ويوصل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على المساواة بين الرجل والمرأة، ويعرف العنف ضد المرأة على أنه أي سلوك يمارس ضدها ويقوم على التعصب للجنس ويؤدي إلى إلحاق الأذى بها، كما أن تهديد المرأة بأي شكل من الأشكال وممارستها وحرمانها من ممارسة حقوقها يعد انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان. تظهر لنا الصورة شخصا تغمض له عيناه وتسد له فمه، مما يعني الحرمان من حق المعرفة وحق التعبير، فحق المعرفة هو أن تتعرف على كل ما يحيط بك من أشياء وأفعال، أما حق التعبير فهو أن تطالب بحقوقك
تعبر عن رأيك مصداقا لقوله تعالى في سورة البقرة الآية 255: لا إكراه في الدين. صدق الله العظيم. كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 19 ينص على أنه لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير. كما أن الفصل 25 من الدستور المغربي 2011 يضمن حرية الرأي والتعبير بجميع أشكاله. نرى في الصورة كوكبا وأناسا متماسكين فيما بينهم مما يدل على المساواة وعدم التمييز، مصداقا لقوله تعالى في صورة النساء الآية الأولى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيما الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. مما يعني أنه على كل مسلم أن يعاقب بغض النظر عن أي شيء آخر. كما أضاف صلى الله عليه وسلم: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وهنا يبين لنا صلى الله عليه وسلم جهل وتمييز الجاهلية. تظهر لنا الصورة شخصا يعذب إنسانا ويستغله في راحته، وفي نفس الوقت يقرأ عن حقوق الإنسان، وهذا يعني التناقض في الأفعال، وهو أن تتظاهر بشيء وتقوم بضده. مصداقا لقوله تعالى في سورة النساء الآية 144: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. صدق الله العظيم. نرى في الصورة باب الوطن العربي وسجادة حقوق الإنسان، كما يمكننا أن نلاحظ أنها مغطاة بآثار أقدام ملطخة بالدماء، مما يعني أن حقوق الإنسان غير معترف بها في كثير من الدول العربية. تبين لنا الصورة شخصية معروفة، كلما كذبت يزود طول أنفها، وعلى أنفه توجد ورقة توجد بها حقوق الإنسان، مما يعني أن حقوق الإنسان منتهكة في بعض الدول العربية. مصداقا لقوله تعالى في سورة الإسراء الآية 70: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلى الله عليه وسلم. كما نص الدستور المغربي على حقوق الإنسان في العديد من الفصول، مثل الفصل 6، 19، 20، 21 والثاني والعشرين. نستنتج من كل هذا أن حقوق الإنسان حق للجميع بدون استثناء، ولا يحق لشخص أن يحرم الآخر من هذه الحقوق. كان هذا المشروع من تقدير الأستاذة رقية. شكرا لجهودها ولجهود صديقنا إسماعيل ميمون. أيها السيدات والسادة، يحتفل العالم في كل سنة بالتاريخ 12 يونيو باليوم العالمي لمكافحة الشر للأطفال، ويعد المغرب من البلدان التي تعرف هذه الطهر. وحسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط، فإن نسبة الأطفال المشاغرين بالمغرب تتجاوز 193,000 طفل، المتراوح أعمارهم بين 7 و17 من أعمارهم. إذا كان على السلطات المغربية الأخذ التدابير اللازمة لمنع الظاهرة وتقليلها. وفعلا قام المغرب بإصدار قانون جديد حول العمال والعاملات المنزليين، ودخل حيز التنفيذ منذ أكتوبر 2018، لأن تشغيل الأطفال يضر بصحتهم وسلوكاتهم وأحيانا يؤدي إلى وفاتهم، وهذا ما سنكتشفه من خلال هذه المصاعد حول تشغيل القاصرات، ليست للفرجة فقط، إنما للعبرة من إعداد بعض المتعلمين فليس إعدادي. وتهلا ليا في الدار وفي الاولاد، والا غنقصك من الخلصه ديالك ورجع حالك. ما يكوني خاطرك انا لا كوني هانيه. ايوا عندك يدك تطلعها راه غادي تنقص لي من الخلصه، والله حتى تقطع لبابك رجليك. هي راه كدير تحاميه بعد المره ضربيها ويعطيها العصا غير ما تعوريهاش. ايوا حنا تفهمنا في الخير ديال الشر رجع لعندي. يلا صافي تمشي شي حاجه. سيري بعدا سيري تخمي. شنو كتقول؟ يلا يلا ممكن تسمعي حتى رجع لك نهارك عطل، ممكنش كسمعتيني ولا لا؟ شوفي انا دابا خارجه نخدمك، وانت بتزيد لي في الكوزينه مزيان مجرب، وانت كتخافي ليا على يديك وزيديهم غير بالماء. وهاد الصالون هذا اللون اللي استبدل بيه، وملي يجي ولادي عطاهم داك الشكلاط اللي في الكوزينه. يا والله يا رب داك الشيطان تختفي في كتاباتهم، يا حتى نشوط لك صباعك. سمعتيني ولا لا؟ يلا سيري الخشاره.
نمشيو نضحكوا عليها شويه يا حنان. حنان هذيك خدامه مكلفه، اري داكشي اللي قالت لك ماما في الصباح. واخا هاكو دوك هوني تاكلي فيه السم ان شاء الله ولا طاح في كرشك. يلا سيري الشغال. شو بس كون كيشبه الكتبات اللي عندي في الدار؟ والله لا خديتي شي كتاب. بنتي تقراي وكل خا ديال الجبل قالك باغا تقرا. سيري سيري شغلات قبل ما تجي ماما وتفهم معاك. المعلم واحد الكاس تاع تاي يكون بنعناع. الله يرحم الوالدين. السلام عليكم ابا عمر. وعليكم السلام. كي دايروا كي دايرين مالين الدار؟ كتعرفيني على لا؟ علاش ما عقلتيش ابا عمر؟ او دير عندي الذاكره شويه ضعيفه بنتي ما ديريش عليا. عاد لك ابا عمر، انا هي اللي جيت لكم للدوار كنعرف باش كيف تهاد القصيرات والاطفال اللي ما كيمشيوش يقاو في المدرسه. هي انت ديك السوسه اللي كتدخل راس نساها الدفيش. هي انت ديك السوسه. حاشا ابا عمر ايوا قول لي غير تكسي تشربي معايا شي كوزيالات. جلسي جلسي. لا حول ولا قوة الا بالله. ايوا با عمر اش كتعاود؟ ما كنعاودو غير خير. هي الدنيا كتلاهي الواحد وما كاينو ما كاين والو غير الزنق. لا خدمة لا فلوس لا شتا. ايوا هادي هي سنة الحياة وهادي هي نتيجة تاع الدروس. كنكونو نقراو ومجتمع تاعنا يشد كلمات الشواهد وكنحنا وصلنا حتى الفضاء. على اي حال كنا هادشي كامل. علاش جيت لدينا؟ يمكن جات بنتك صغيرة كسميتها؟ حنان. حنان هي وقيله فاسقة في الدراسة. إوا عاد دابا با عمر مزيانة. هادي هي الطريقة باش تحل المشاكل اللي كاينة في المجتمع. واش من قراية واش من ربح؟ ما كاين لا قراية لا والو. بعد أنا لقيت ما نعطيها تاكل هي وما ودوك البهايم اللي عندي. بغيتيني نجيبها للمدينة تقرا. والله إلا زينة. أبا عمر عطيني عقلك عافاك. القضية ديال البهايم والنصر ديال الدار راه مسؤوليتك. ما تخلطش ما بين الأمور. بنتك راه عاد باقية صغيرة. وزيدك حاجة أخرى راك عاد باقي صحيح تبارك الله عليك. واش من مصروف واش من هدرة خاوية؟ زعما الا قريتها وشدتها بالدبلوم غادي توصلني للسما. زعما دوك اللي قراو طفروه. وزيدك انا بنتي حتى واحد ما قرا كدها في العائله راه وصلت حتى للسادس وشدات الشهاده. ابا عمر عطيني عقلك عافاك. هذيك الشهاده اللي كتهضري عليها راه ما جاتكش من البركان. هذيك هي غير الاساس باش تبي القرايه. وزيدك حاجه اخرى راني خايفه يجيك واحد الايام وغادي تندم فيهم وندامه ما غاديش نوفاك ديك الوقيته. وراه ماشي غير انت اللي ضيعت بنتك ابا عمر. راه بزاف من الوقت. ماشي شغلك اش دخلك؟ دابا انت غير قريتي جوج الحروف في المدينه جايه تفهمي عليا انا ما عرفتش كل اللي جا للدنيا قبل انا ولا انت. حاشا با عمر انت هو الكبير وكلامك على راس والعين. ولكن با عمر واش ما كتفرجش في الاعلانات والاخبار؟ كلشي كيهضر على مشكل تشغيل الفتيات القصيرات. واش من مشكل واش من هضره خاويه؟ انا اللي كنت نمشي معاك في الهضره خاويه. دابا انت اش دخلك فيا انا؟ انا اللي عندي مهم هو بنتي تخدم وتعاوني باش نوكل البهايم اللي عندي وخوها اللي في الدار. ابا عمر عطيني عقلك عافاك. يقول لي واش هادوك زوج فرانك اللي زدتيهم في نص الشهر واش غادي توكل بهم البهايم ولا توكل بهم مالين الدار؟ راهم يقدوك من ناسي منا ولا عقل. ماشي شغلك ادخل سوق راسك. عندك تمشي تجي عندي مره اخرى. انا راه خصني نمشي في حالي وطريق طويله تبعني. سيري بعدي من زين. ابا عمر عافاك عافاك اسمعني. راه ماشي انت اللي ضيعت بنتك ابا عمر راه عدد منك ابا عمر. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. سلام عليك سي. سلام ماما. الله يوفقكم. امين. يلا يلا نمشيو نكذبوا عليها شويه. يلا ماما ماما عرفتي ديك الخا ديال الخدامه قطعت لينا كاع الكتبه ديالها حيت ما خليناهاش تقرا معنا. ايه وقلت انا كاع الشطور بحال شي وحش. اشنو كان سما؟ ايه هي حنان. اجي لهنا. زعما لا لا شنو درتي واش ما كتفهميش؟ والله الا ما كليت لهم ما كتبهم راه خليت لهم كتوباتهم. سكتي مليون بلا ما تجاوبيش معايا. انا ولادي ما كيكذبوش. انت واقيلا ما كتسمعيش الهضره وخاصك تخدمي مزيان باش تعرفيني كي دايره. انا دابا كنوجد لواحد العرس ما بغيتش نمشي من الصباح حتى نجي في العشيه ونتفاعل معاك. الا سيري خدمتي كي السلعه ناقصه. حدا معاها مزيان وشوف الخدمه كي دايره وداكشي اللي استاذ عليه واش كديرو ولا لا. واخا
متبع عمر هادشي اللي تفق عليه في القهوه ما بغيتش تفهم عمر ما غادي تفهم كل جاي لهنا باش نديها من الدائره المغلقه ولكن مع الاسف من واحد جاهل وحده واعيه اللي كتمشي غير ديات حنان ديات حنان هي عبقه في عمر الزهور كنحمتها غير تشد كتاب حمتو منها ولكن مع الاسف وخضعت حنان راه عاد باقي بزاف منها خلاصة القول هذه هي النتيجة هذه هي النتيجة لأي واحد شغل بنتو هي عاد بقى قاصر. وصلنا أعزائي الكرام للحظات الأخيرة من هذا المشار فمؤسسة السلام تعبر لكم عن كامل شكرها وامتنانها لتتبعكم وتشجيعاتكم وأيضا شكر خاص لكل من ساهم في هذا العمل المتواضع وخير ما نختتم به هذا اللقاء هو الاستمتاع بهذه اللوحة الفنية أنشودة حول حقوق الإنسان من تقديم المتعلم أولى إعدادي وإلى لقاء آخر إن شاء الله.